سؤالك يقول: قبل أن يطلق عليها اسم الديوانية كانت تسمى الجزيرة؟ لو الحسكة؟ لو الواحة؟ كنا نعرفها الديوانية أو القادسية. قبل أن تسمى بهذا الاسم كانت تسمى الجزيرة أم الحسكة أم الواحة؟ استثمر وقتك اللي هو 30 ثانية فقط للإجابة على السؤال. العداد مشتغل؟ إن شاء الله الجزيرة. الجزيرة. عندك معلومة يا سجاد ولا ضربة حظ؟ ضربة حظ. ضربة حظ؟ نعم. المدينة مدينة القادسية ومدينتك. نعم. ضربة حظ. إن شاء الله. كنترول يقول الإجابة خطأ للأسف يا سجاد، الإجابة الصحيحة هي الحسكة وليست الجزيرة.